طب السؤال التاني، اللوم بقى، هل ألومهم على تصرفاتهم أو أفعال أولادي الغلط، ولا سيبهم بقى بحجة التربية الحديثة بقى والتربية اللي انتوا طالعين لنا فيها والتربية الإيجابية والكلام اللي انتوا بتقولوه دوت، ولازم معرفش نعمل ده، أنا كده مش عارف أربي. أو تيجي تقول لك سؤال تاني، وكمان النبي بقى عليه الصلاة والسلام كان، بصوا بقى، كان بيلوم الصحابة، وأنا هجيب لكم مواقف دلوقتي واستشهدوا وبعت لي المواقف وأنا هرد عليها. يبقى احنا كمان نلوم ونكرر كمان زي ما هو عمل واستشهد باكتر من موقف. طب تعالوا تعالوا، اول موقف كان لام في مين؟ سيدنا اسامه بن زيد. هم بيقولوا هو لام سيدنا اسامه بن زيد، الحديث بتاع اسامه بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه فادركت رجل فقال لا اله الا الله، جيت يقتله فقال لا اله الا الله فطعنته فوقع في نفس الامر، فذكرته للنبي عليه الصلاه والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اقال لا اله الا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ هو أنت فتحت عن قلبه وشفت وقالها كان خايف منك ولا عشان ربنا؟ بقول فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلم يومئذ. الكلام ده له رد، يقول لك ما الرسول صلى الله عليه وسلم رضى عليها ولامه وفضل يلوم يرد يكرر يكرر. طيب هرد عليه أصلين، الأصل الأول الفئة العمرية المخاطبة ايه؟ طريقة اللوم وعرض الفعل للغلط مش للشخص ذاته، وده المعيار، ده الأطر. عمر سيدنا أسامة وقتها كان كام؟ كان شاب، فتى قارب للرجولة، مسموح له يخرج ويحارب ويبقى كذا، مميز واعي مكلف، خلي بالك خلي بالك، الفترة اللي قبل دي اللي قبل 15 دي لا مش كده خالص. واوعى اقول وانقد السلوك، لو عايز اقول اعدل للسلوك للموضوع الغلط، ماليش دعوه بتوصيف الشخص، واختار الكلام والبادي لانجوج والطريقه اللي طالعه، لطف الكلام. هو انا لازم لما الوم او انقد اكون سرت كده واكون ستيف كده ولا اكون مش عارفه؟ لا لا خالص. معنى اللوم ايه اصلا؟ العزل والتوبيخ، لوامه كثير اللوم، لوامه النفس اللوامه اللي اكتسبت بعض الفضيله فتقعد تلوم نفسها لو ارتكب مكروه ولا حاجه، ضميرها حي يعني النفس دي. اللوم بيبقى على الفعل، ارجوكم احفظوا، مش على الشخص. اللوم بيبقى على سلوك الاولاد مش على الشخص، لو صمهم ولو صفهم بغير صفه فيهم. اللوم الدائم بطريقه، ده القص الثاني، لا تراعي المرحله العمريه لاولادك او طريقه اللوم. طب ازاي تصححي السلوك اصلا؟ هو ده غلط، ما احنا لازم نراعي السن يا جماعه المخاطب، وراعي الطريقه بتاعت الكلام، زي ما بقول في اللوم زي ما قلت في النقد اول الحلقه، شكل ولغه الجسد بتاعتي ايه؟ ايه الكلمات اللي بتقوليها وبتلومي عليها؟ السلوك الغلط. مثال عشان نفهم، النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه مع انس بن مالك؟ قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته، فلا مني فإن لا مني أحد من أهل بيته إلا قال دعوه، فلو قدر أن يكون، فلو قدر أن يكون كان، لو كان مقدر الأمر لكان. العبرة إيه ونستفاد إيه؟ ما تعيش حديث كده. أول حاجة في لوم، في لوم، ها قال أهو النبي عليه السلام، عشان إيه؟ عشان يعدل الفعل، يبقى اللوم على الفعل. تاني حاجة في لوم، ولكن مين المسؤول عن اللوم؟ مين اللي يقوم بالدور ده؟ الاب او الام او المنوط بالتربيه، سواء المربي او ايا كان الجد العم لو ما كانش الاب والام موجودين. مش العيله كلها بقى، والعيله كلها عارفه، والدنيا كلها عم تمسكوا الولا وبهدله لا لا لا، ويقول لك بقيت مكسر، العيله كلها عرفت انا بعمل حاجه بيكتبوها على جروب العيله، لا 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 مش صح خالص. عمل عم. طب المثال الثاني برضو عن سيدنا انس بن مالك، بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان من احسن الناس خلقا، ارسلني يوما، بصوا بقى وركزوا معايا علشان دي الشعره اللي ما بين نلوم وننقد ولا ما نلومش وما ننقدش، وامتى نبتدي. ارسلني يوما لحاجه، انا بقول كده والله، قلت والله لا اذهب، قال كده مش رايح غلام صغير يعني، كان راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال 9 سنين وقال 10 سنين، وفي نفسي هو قال انا قال مش قلت مش رايح، وبعدين في نفسي ان انا اذهب وان انا اروح للأروح أذهب لما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت فحتى مررت على صبيان كده ما كانوا بيلعبوا، وقف كده في السوق يتفرج عليهم، الرسول عليه السلام جه عمل إيه بقى؟ اسمعوا اسمعوا، صلوا عليه، قبض بقفايا من ورائي، مسك مقفاه من ورا كده،
فنظرت إليه غبر ما راحش، وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، وهو يضحك. فقال إيه يا أنس يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال نعم أنا ذاهب يا رسول الله، أنا رايحة. شفتوا القصة؟ عشان بس اللي بيقول إيه لا لوم واعمل، لا لا لا، بصوا إزاي، بصوا الطريقة والأسلوب ومراعاة السن، العبرة والاستفادة. اكتبوا ورايا من فضلكم وعيدوا الحلقة تاني. عمل إيه؟ أرجوكي معلش معلش، خلوا بالكم انتبهوا جاي قوي قوي من اللي أنا بقوله ده. عمل إيه؟ بيضحك، ومسكه من قفاه وهو بيبص له بيضحك، وكمان بيناديه باسم حلو محبب يا أنيس، دلعه ويقول ثالث استفاده وجهه للسلوك الصح. انت هتروح للي انا قلت لك عليه؟ قال له اه. يبقى ده اسلوب اللوم، شيء موجود في السي موجود، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملها مع مين؟ مع الكبار مش الصغيرين. ولما عمل مع الصغيرين شوف كان عامل ازاي، بص بص، كان على الفعل الغلط والسلوك الغلط، مش الشخص ولا وصفه ولا توصيف له. وشه حلو ها بيضحك، بيقول ايه لطف كلام يا أنيس، مش انا لا لازم كذا ولازم، لا 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 مش كده، مش كده خالص. المثال رقم 3 وركزوا معايا، ازاي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب الصحابه فعلهم الكبار، والمبالغه كان في رده فعل الصحابي، الصحابي اللي كان شارب الخمر وجه مره واثنين وثلاثه، وهقول لكم القصه. والبنات بعتين لي الثلاث مواقف دول عشان كده انا جبتهم وبعلق عليهم، وريت لما نستشهد بحديث نجيب الحديث كله يا جماعه، ما نقطعش حته منه عشان نفهم الكلام صح. الحديث رواه البخاري في صحيحه من روايه مين؟ سيدنا ابو هريره رضي الله عنه قال، قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشرب الخمر، قال اضربوه اقم عليه الحد. فقال سيدنا أبو هريرة فمنا الضرب بيده والضرب بنعله والضرب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. ده مين؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه عامل حد وكبير أهو، عامل حد وخد عليه أصاب. وفي لفظ آخر من حديث أبو هريرة قال رجل ما له أخزاه الله، آه عليه كده عليه ليه؟ طيب ما عمل الحد وخامه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا عون للشيطان على أخيكم. حديث تاني برضو عن سيدنا عمر بن الخطاب في نفس الموضوع، الضرب أو أنك أنت تشتم أو تدعي على حد عامل معصية، أن في راجل جه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا. كان الراجل ده بيضحك يعني يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جلده في الشرف، فكلما يروح ويجي تاني يتجلد بسبب أنه بيشوي، يروح ويجي كل شوية كده لحد خلاص الناس بيقولوا ايه ده، اللهم لعنه. ناس من قال رجل من القوم اللهم لعنه ما اكثر ما ان يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت ان علي الا انه يحب الايه، يحب الله ورسوله. الباب ده موجود في باب ما يكره من اللي هو لعن شارب الخمر وان هو بره المله، لا ما تلعنوش. حديث تاني عن ابي داود من طريق ابن وهب عن يحيى بن ايوب، وثلاثة كلهم قالوا عن يزيد بن الهادي او نحوه، بصوا نفس الكلام انا جايبه لكم بالتوصيف بتاعها والتخريج بتاعها عشان ما حدش يقول لا انا جايبها لكم اهو. وقال زاد عليه على الحديث ولكن قل لا تلعن فاني والله اعلم انه يحب الله ورسوله، ولكن قل اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يعني ايه ادعوا له. وزاد ايضا بعد الضرب ده الكلمه دي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه كده، وبعدها قال بكتوه، عارفين يعني ايه؟ يعني ذكروه بالله بالراحه كده، قولوا له مو بالراحه كده. وده بقى ايه التبكيت؟ يعني ايه انك تواجهه بالقبيح الفعل اللي هو عمله. فاقبلوا عليه بيقولوا له بقى بصوا الكلام ايه بعد ما قال بقى الله يلعنك الله يخزيك من الكسل، اما اتقيت الله، حلو ده مش بدل ما اقول الكلام التاني، اما خشيت الله عز وجل، اما استحييت من الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارسله خلاص ومشي. استفيد ايه؟ ها؟ لا اسب ولا العن صاحب المعصيه ابدا. رقم اتنين لا تنافي ارتكاب المعصيه، انا مرتكب معصيه اهو، وان انا يبقى ان انا برتكبها يبقى في عندي ان انا ما بحبش النبي عليه الصلاه والسلام، لا، او النهي وثبوت محبه الله ورسوله في قلب العاصي ابدا. المعصيه لا تنفي حب النبي عليه الصلاه والسلام ولا بحب رسول الله، والله ما علمت لا تلعنه، والله ما علمت انه يحب الله ورسوله ابدا.
ايه كمان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، قال كده، اخبر ان هو يحب الله ورسوله، مع ايه؟ مع وجود الذنب والمعصيه اللي هو اتجلد عشانها. حتى لو تكررت، حتى لو تكررت، ارجوكوا يلي بتتكلموا في التربيه لازم نخلي بالنا من الكلام ده. اصله بيعمل، اصل كذا، اصله بيكرر، اصله بيقول، فلازم ما اعرفش نعمل فيه ولازم نكرر. لا مش كده. وقال لا تن المعصيه لا تنزع منه من قلبه محبه الله ورسوله. وكمان قال له ايه رقم ثلاث؟ ادعوا له. لمين؟ لصاحب المعصيه والفعل الخاطئ. اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها. رابع استفاده، بكتوه، لموه، بس بكلام ايه؟ خلي بالكوا، مش اقول اللوم اللي يعمل، لان النفس اللوم نفس مرتبه عاليه على فكره، حلوه يعني، لا اقسم بيوم الخلق اقسم بالنفس اللوامه، ده مرتبه حلوه. الله سبحانه وتعالى ذكرنا النفس المطمئنه، بس بكتوه بس بكلام ايه؟ ما فيهوش تمادي او انك تدعو عليه. ليه؟ حتى لا نكون عون للشيطان عليه. وده مين؟ راجل كبير مكلف وكبير. طيب يقول لك ما الرسول لم نياس كتير من صحابه، وده السؤال، ولام مش عارفه مين، واحنا كمان نعمل بقى ونكرر وكذا وكذا، والمواقف اللي اتكررت. ولما حكينا موقف سيدنا اسامه بن زيد، ها، وقلنا ان هو قال هلا شققت عن قلبه، هلا شققت عن قلبه، بيقول فضل يكررها حتى قلت ليتني اول مره اسلم النهارده، ما كان اسلامي كان اليوم. زي ما حكينا في الاول، واحد يقول ويكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يا رب يا رب يا ريتني كان اسلامي كان يومئذ الوقت ده. وقلنا ان الاصل في الرد على الامر ده الفئه العمريه، طريقه المخبى للم وللعرض للخطا وللسلوك، والعمر بتاعه كان عامل ازاي، واللي افتكره اللي انا قلته لكم لما قال لأنيس كان بيضحك وكان بيقول له ايه. وسيدنا اسامه على فكره وقتها كان ايه؟ كان شاب او فتى قارب على الرجوله، مسموح له يخرج ويحارب، وزي ما قلت لكم واعي ومكلف. يبقى اللوم شيء موجود اه، وشيء طيب اه، ولكن بايه؟ بلطف الكلام وبالدعاء، والتبكيت معناه كده بضوابط، يبقى شيء جيد. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم آه، وفعله الله عز وجل. الم اعهد اليكم يا بني ادم، الم اكن لكم ان الشيطان لكم عدو. قال الخضر لسيدنا موسى، ألم أقل لك لن تستطيع معي يا صبرة؟ ها؟ لكن العبرة بإيه؟ مراعاة السن، إمتى أقول؟ والمرحلة العمرية المخبى إيه؟ إيه إيه أقول إمتى؟ الصغير له إيه والكبير له إيه؟ وطبعًا اللوم أو تكرار لوم على الكبير أه، لأنه كبير خلاص واعي، لكن الصغيرين مش كده. ده غلط عشان كذا، وده صح عشان كذا، وبقول للسلوك ذات نفسه وبضحك وكذا، والبطي لمش وبدعي لهم، وبديلهم ثقة في نفسهم إن أنت تقدر إنك تعمل حاجة الصح. كل الخطابات اللي انا قلتها لكم اللي فاتت دي من كتاب وسنه، كانت لناس كبار بالغين مش صبيان صغيرين، واللي كان الصبيان الصغيرين المميزين راعى فيها النبي اللطف في الكلام والضحكه والبسمه. الطفل الغير مميز قبل 7 سنين مختلف تماما عن ان اوجه لمراهق او مراهقه متاخره او متوسطه 15 سنه. لغه الجسد في التصحيح عامله ازاي؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل مع سيدنا انس ابن مالك، وزي ما شرحنا اول الحلقه، وضحك لي، ضحك لي، يعني انا بقول وانا بضحك. يبقى في توازن يا جماعه بين الامور، ونخلي بالنا، ونخلي بالنا من الامر ده عشان نفسيه اولادنا ويطلعوا بنفسيه سويه، وعلشان لما نيجي كمان نوجههم وننمي فيهم حس النفس اللوامه. قلت القران مدحها، لا اقسم بالنفس اللوامه، ودي مرتبه ممتازه في العباده. حلو حلو، ان شاء الله ربنا سند على الله سبحانه وتعالى نوصل للنفس المطمئنه. قولوا امين. نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد، ويبقى النقطه دي اتفهمت، ونسال الله عز وجل لنا ولكم الفهم والاخلاص، ونصلح حال اولادنا يا رب، ويفهمنا ويعلمنا كما يحب الله سبحانه وتعالى بالخير لنا. اللهم امين.